الظلم مذموم في الشرع بجميع أنواعه، وقد انتشر في هذا الزمن ظلم الضعفاء، ظلم العمالة، ظلم الأيتام، ظلم الزوجات، ظلم الأولاد، ظلم البنات، الظلم في الأعراض، الظلم في الأموال، الظلم في الممتلكات، الظلم بالاعتداء على الغير في دمه أو في حق من حقوقه. وليعلم أن أعظم ما يؤخذ من الأرض أن يأخذ الإنسان من جاره، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في المسند: أعظم الغلول، يعني أعظم الخيانة والسرقة، أعظم الغلول ذراع من الأرض. قال: تجدون الرجلين في الدار أو في الأرض فيقتطع أحدهما من الأرض